ايوه يقول لك هلو ستيف، بعد عند الفراغ اللي مفروض فيه هلو ستيف محطوط حرف اي، اي اور اند اي كول يو اول دوغ وير دور نيم سو ميني ييرز اند نت لعن ام الشغله سو ميني اتس تايم تو. طيب بشوف هذا طالعني نص الحروف ونص الامر، هل الكتابة الثانية ما هي طلعت لي؟ انا ما القاها. فكر معي يا العيب. لما الذكاء زني زني. دقيقة انا دقيقة دقيقة